يسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير، أحييكم بأجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. متابعينا الأعزاء، انطلاقة شوطنا التاسع للإبكار الجذاع ومن مسافة 5 كيلومترات، متابعينا الأعزاء، انطلقت الأسماء والشعارات على أرضية هذا الميدان في هذه الأجواء الجميلة. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، من تتواجد على البداية وعلى المركز الأول وجود مع المركز الأول لحمد بن سعيد بن صالح الشرق المري، من يقدم لنا وجود مع البداية ومع المركز الأول. ثاني الأسماء وثاني التحديات، من تتقدم مع المركز الثاني الفائزة لغانم بن محمد بن زايد الخيارين، من يقدم لنا الفائزة على ثاني الأسماء. المركز الثالث، من تتقدم من الجانب الآخر على ثالث الأسماء، وصلت فيه فهدة مع المركز الثالث لحمد بن ثلاب بن حمد الشهواني، من يقدم لنا الفهدة على ثالث الأسماء، من غيرت بدورها إلى المركز الأول. المركز الرابع، من تصل مع المركز الرابع وتتقدم مع رابع الأسماء الشاينية لحمد بن محمد بن سالم المري مع المركز الرابع. خامس الأسماء، من نختتم بها النداء، وصلت الجردة لمبخوت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، من يقدم لنا الجردة على خامس الأسماء. متابع أين الأعزاء، نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع البداية، أعود مع المركز الأول. الله يفهده، افهده مع المركز الأول، افهده مع البداية بشعار حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني، من يقدم لنا الفهده مع المركز الأول. ثاني الأسماء، ثاني التحديات، وصلت الجردة، الجردة مع المركز الثاني بشعار على المركز الثاني الشنجل مبخوت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، من يقدم لنا الجردة على ثاني الأسماء. المركز الثالث، ثالث التحديات وثالث الأسماء الشاهينية حمد بن محمد بن سالم المري، من يقدم لنا الشاهينية على المركز الثالث. المركز الرابع، الجازي مع المركز الرابع بشعار مسفر بن علي بن عبيد السناري، من يقدم لنا الجازي على رابع الأسماء. خامس التحديات، إني أرى شعار العيد، إني أرى شعار اللورد، من يتقدم مع المركز الخامس مع خامس الأسماء، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الإثارة. الله 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 الله، لفهدة مع المركز الأول، افهدة مع المركز الأول ومع البداية. حمد بن ثلاب بن حمد الشواني، من يقدم لنا فهدة على المركز الأول. ثاني الأسماء، ثاني التحديات، شعار الشنجل، من يقدم لنا الجردة مع المركز الثاني مبخوت بن ناصر بن محمد شنجل، من يقدم لنا الجدة على ثاني التحديات. المركز الثالث، ثالث الأسماء وثالث المراكز، الله يا الجازي، مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري، من يقدم لنا الجازي على ثالث الأسماء. المركز الرابع، من وصلت في رابع الأسماء، بيان هام، وصلت بيان مع المركز الرابع بشعار مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري، من يقدم لنا بيان على رابع الأسماء. المركز الخامس، إني أرى شعار غانم مع خامس الأسماء، من تتقدم مع المركز الخامس. جميلة مع المركز الخامس، عبد الله بن زايد بن منصور الخيارين، من يقدم لنا جميلة على خامس الأسماء. ولكن أعود مع البداية. الله يا الجردة، الله يا الجردة، الشنجل يبي غادر ابن موسى الجدة مع المركز الأول ومع البداية. مبخوت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، من يقدم لنا الجدة مع المركز الأول. ثاني الأسماء، ثاني التحديات، الجازي مع المركز الثاني، مسفر بن علي بن عبيد بن راشد السناري، من يقدم لنا الجازي. بيان هام بيان مع المركز الثالث بشعار العسكري، من يقدم لنا بيان على المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت فيه على رابع الأسماء، افهدة مع المركز الرابع، حمد بن ذلاب بن حمد الشواني، من يقدم لنا افهدة على المركز الرابع. ولكن أعود
أعود مع المركز الأول، أعود مع الجردة مع البداية ومع الصدارة. من تتقدم بشعار الشنجل مع المركز الأول، بيان على ثاني الأسماء، والجازي مع المركز الثالث، وفهدى مع المركز الرابع، ولكن الجلدة الكيلو الأخير، الكيلو المثير، الكيلو الخطير. الله يا الجردة، الجردة مع المركز الأول بشعار مبكوت من ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. من يقدم لنا الجلدة مع المركز الأول؟ بيان مع المركز الثاني، مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري. من يقدم لنا بيان على المركز الثاني؟ المركز الثالث، فهدى مع المركز الثالث، الجازي مع المركز الرابع، بيان والجردة شعار العسكري، شعار الشنجل، اللحظات الأخيرة. بيان أهالي السلطنة، من يقدمون لنا بيان مع المركز الأول بشعار العسكري؟ مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري. من يقدم لنا بيان؟ الجردة شعار الشنجل، الشنجل قادم، لا محالة. بيان والجردة ولكن بيان والعصاف الأبطان بدون أي تعليمات، بدون أي أوامر، بيان في كل مكان. الله يا العسكري، من يقدم لنا هذه النوعية الجيدة؟ سلام السلطنة. الجردة مع المركز الثاني، الجردة بيان هامل للناموس والانتصار. تهانينا والناموس لمالك بيان على هذا الفوز والانتصار بشعار مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري. من قدم لنا بيان في هذا الشوط بهذا العرض الجيد، بهذا العرض الممتاز؟ الجردة مع المركز الثاني بشعار مبخوت بن ناصر بن محمد الشنجل. المركز الثالث وصلت فيه فهدى حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني. المركز الرابع ضحى لعلي بن خميس بن محمد. المركز الخامس وصلت فيه الظبي حمد بن سلام بن سالم بن حمد المري. تهانينا والناموس لمالك بيان على هذا الفوز والانتصار، مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري. توقيت زمني 7:50 39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا راعي بيان على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الجردة، ما قصرت مبخوت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، 7:51، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت فيه فهدى بشعار حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني، 7:53، 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس متابعينا.